وعن الأوضاع في لبنان معنا مراسلة يو تي في في بيروت دارين صالح. أهلا بك دارين. دارين حدثينا عن آخر المستجدات الميدانية بعد ليلة يعني شهدت فيها بيروت قصفا عنيفا، تفضل. نعم، كالمعتاد دائما في فترة بعد الظهر والمساء تكثر الضربات الإسرائيلية على لبنان، إن كان في جنوبه أو بقاعه أو حتى الضاحية الجنوبية لبيروت. وقبل ساعات من وصول الموفد الأمريكي أموس هوفشتاين، قد يعني في ساعات يعني بعد الظهر أمس قامت إسرائيل باستهداف مواقع تابعة لجمعية قرض الحسن، وهي جمعية مالية لحزب الله لها حوالي 32 فرع موزعين في مناطق عدة بين البقاع الهرمل، الضاحية الجنوبية لبيروت وغيرها من المناطق. ولكن الاستهدافات كانت مركزة على فروع قرض الحسن في بعلبك، الهرمل، البقاع، وتلك الموجودة بالضاحية الجنوبية، وتحديدا الموجودة على طريق المطار القديم والقريبة من مطار رفيق الحرير الدولي. لذلك تم نشر بعض الصور الكاذبة، وهي نزول طائرة إلى مطار بيروت الدولي في نفس الوقت التي كانت يعني تصدر فيه حرائق. ولكن هذه الصورة كانت مفبركة، وهو في الحقيقة تم استهداف مركز لجمعية قرض الحسن قريب من مطار رفيق الحرير الدولي. ولكن هذه الضربات كانت كثيفة، واليوم أيضا قام حزب الله منذ قليل كما أعلن جهازه بقصف صلية صاروخية على مركبة واستهدف فيها جنود إسرائيليين، أصاب حسب البيان أصاب فيها يعني عدد من الجنود الإسرائيليين. ولكن المستغرب أن دائما هذه الضربات كانت كثيرة وشنتها إسرائيل أمس بشكل مكثف، ونحن على بعد ساعات من المفاوضات الدبلوماسية التي يعني تسعى، وكما صرح هوكشتين، بوقف إطلاق النار والنزاع الدائر بين إسرائيل وحزب الله، وأن هناك مسعى أمريكي واضح بوقف هذه الحرب الدائرة والنزيف الكبير الذي يستنزف به الشعب اللبناني ولبنان تحديدا بشكل تام. هلا كما ذكرتم في التقرير أن هوفشتاين من بيروت قد صرح أن أمريكا طبعا مستعدة وجاهزة ولديها النية في هذه المفاوضات ووقف إطلاق النار في لبنان، وهو موجود اليوم هنا، وكان قد التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، كما التقى كما يعني أظن أنه في هذه الساعات يلتقي أيضا نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء في مسعى لتطبيق القرار 1901. طبعا هو جاء إلى لبنان مع ملف كبير، وهذا الملف يتضمن بعض النقاط الرئيسية لتطبيق القرار 1901. ولكن من المستغرب أيضا أن هذه المفاوضات بوقت دائما تتعرض قوات اليونيفل، وكما تعرض الجيش اللبناني منذ أمس تحديدا إلى ضربات إسرائيلية وأدت إلى وفاة ثلاثة من جنوده. ولكن القرار 1901 مرتبط ارتباط وثيق بوجود اليونيفل في الجنوب اللبناني، وأيضا بحفظ الجيش اللبناني لهذه الحدود. واليوم تزامن هذه المفاوضات مع هذه الضربات أيضا يثير الجدل. نعم دارين، كما يعني يشاهد المتابعون ليو تي في، فإننا نعرض حاليا لقطات لاستهداف مباشر لغارات يبدو أنها على مناطق متفرقة أيضا من بيروت. هلا في هذه اللحظة؟ نعم في هذه اللحظة. لا أظن أن هذه الضربات على الضاحية الجنوبية لبيروت، فنحن يعني ليست قريبة عليك ولا تسمعين أصواتها. أظن
لا نسمع أصواتا على يعني حسب ما يقال لي هنا أنها حرائق للنفايات المتوسعة في الأراضي اللبنانية، وأنت تعلم أن هناك يعني حالة تهجير كبرى. وأيضا أريد أن أشير إلى أمر دقيق أمس وهو ما حدث، وهو عندما يعني طبعا يعني في كل مرة يصدر فيها الجيش الإسرائيلي بيانه باستهداف مواقع معينة يعني تصبح هناك حالة من الهلع والخوف عند المواطنين، وهو ما حدث بالأمس فعليا، حيث أنه كل منطقة بيروت القريبة من المواقع للقرض الحسن قام السكان بالهلع والخروج إلى الطرقات بحثا عن مكان آمن. نعم، مراسلة يو تي في دارين صالح في بيروت، شكرا جزيلا لك.